السلام عليكم، وياكم محمد من قناة تيك تايم. تشكيلة هواتف أوبو تواصل توسع ويا مرور الوقت، فبعد ما أعلنت شركة أوبو بشهر السادس الماضي عن هاتفها الذكي الرائد الأوبو الفايند إكس اللي جمع بين عدد من أفكار التصميم العصرية، فقد بتن هاتف فريد من نوعه. والآن الشركة الصينية عادت توجهها للتركيز على فئة الهواتف المتوسطة، وأعلنت عن هاتفها الذكي الجديد الأوبو A5 اللي يشبه تصميمه معظم الهواتف الذكية عام 2018، وما في ذلك شاشة طويلة تحتوي على الناتش وكاميرا خلفية مزدوجة. خلونا نشوف أبرز المواصفات اللي يجي بها الجهاز. وفقاً لشركة أوبو، فهاتف الأوبو A5 الجديد يضم مواصفات تقنية متوسطة. الواجهة الخلفية عبارة عن مزيج من خطوط تصميم هاتف الأوبو A3 السابق، مع بعض التعديلات اللي تنطي الهاتف شكل نهائي مختلف. الجهاز مزود بشاشة بحجم 6.2 إنج نوع IPS LCD وبدقة فقيرة جداً اللي هي 720x1520 بكسل، بكثافة بكسلات 271 بكسل لكل إنج. تمتاز الشاشة بوجود الناتش بالجزء الأوسط العلوي من الواجهة الأمامية، مع مظهر طولي مميز بنسبة طول إلى عرض 19:9. من ناحية العتاد، مزود الجهاز معالج 8 نواة من فئة سناب دراجون 450 تردد 1800، مع ذاكرتين وصول عشوائية اللي هي 3 و4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بحجم 64 جيجا بايت. تقدر تزيد هاي الذاكرة عن طريق منفذ الذاكرة الخارجية المايكرو SD حتى 256 جيجا بايت. كذلك يقدم الأوبو A5 اللي يجي بسمك 8.2 ملم وبوزن 168 غرام، بطارية بسعة 4230 ملي أمبير. وهاي البطارية توعدنا بتوفير ساعات طويلة من الاستخدام، بس للأسف البطارية غير قابلة للإزالة وما تدعم الشحن السريع ولا الشحن اللاسلكي. من ناحية الكاميرات، فالجهاز مزود بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرتين خلفية مزدوجة، الأولى بدقة 13 ميجا بكسل للمستشعر الأول بفتحة عدسة 2.2، وبدقة 2 ميجا بكسل للمستشعر الثاني بفتحة عدسة 2.4، ويجي مسبق مع نظام الأندرويد أوريو 8 وواجهة الكلر OS 5.1 الخاصة بشركة أوبو. الجهاز متوفر باللونين الأزرق والوردي. الجهاز حاليا متوفر فقط بالسوق الصيني، وراح يبدأ الطلب عليه وبيعه يوم 13/7 من هذا الشهر بسعر ما يعادل 225 دولار. برأيي الجهاز إذا كان هذا سعره فما يستحق الشراء نهائيا، لأن أكو أجهزة غيره تقدم لنا مواصفات ممتازة بنفس الفئة السعرية. على سبيل المثال النوكيا 6 2018 يقدم لنا مواصفات ممتازة بهذا السعر. هاي كانت نظرة سريعة عن هاتف الأوبو A5. أتمنى أعجبكم الفيديو، ولا تنسون دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس للدعم والمزيد من الفيديوهات. أشوفكم على خير، في أمان الله.